مثل كل نهار ثلاثة بتكون ضيفتنا لارا عون، مسؤولة قسم التسويق بفارم زونز. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، نورتينا. بعد عيد الأب يلي بعدها مستمرة أكيد، طلبات الهدايا في بعض هدايا، يعني في بعض برودكتس كثير عم بينطلبوا، فنحن تركناهم كبندلز كاوفرز. في قصص اكيد شلناهم، قلنا لكم الواحد لازم يلحق حاله يعني يستفيد. في قصص تركناهم لانه في كثير طلب عليهم. نعم، مثل هون. نعم، بالاوفرز مثلا هون في مان اكسبرت، هيدي تركينا بالنص مثل ما شايفين. نعم، ايه هيدي الاوفر تركناها لانه هيدي كثير عم تنطلب، وخصوصا مش يعني فيها تنعطى كجفت او لحي العيد، لحي الاوكيجن، او لواحد اذا عايز هو البرودكت بده يشتريها له. بس خلينا نوضح هودي لشو، للرجل؟ ايه هو للرجل، فينا نفوت عليهم. هن هو للبيرد، للدقن، كير، وهولي اذا الواحد بده غسول وجه، ومكتوبين هون بالديسكريبشن. نعم، مثل ما شايفين هون مان اكسبرت باربر كلوب، هيدي للدقن للفيس، وهيدي ووش اول وحده، وثاني وحده مويسترايزر، يعني الواحد اذا بده يهتم للبيرد. هيدي اكزامبل، في غيره للواحد اذا بده يطلب. كمان في يحكي الكاستمر سيرفيس تبعنا، في عنا كمان غير اوبشنز كمان. نعم، لجفت لشباب وبنات، عنا الاثنين. هون خلينا نقول انه اذا بصير في تواصل بيكون عبر الواتساب، عبر الواتساب، وفينا كمان عبر الدي ام دايركت مسج تبع انستغرام. نعم، والمسج تبع فيسبوك. يعني كمان مش اتصال، هذا اللي عم نقوله. كمان فيهم اتصال. في اتصال اكيد اكيد. نعم، فيهم اتصال بس باوقات الدوام الرسمي. ايه 8 لل 5، وايام يعني اذا في شيء بتلاحظ انه في طلب او اجى هيدا اكيد بنرد، يعني بعد في بنرد بعد الدوام اذا في. نعم، شيء اكيد. طيب اليوم شو عندنا كمان غير هيدي الاوفرات اللي موجوده؟ هلا نحن اوريدي كل جمعه عم بينزادوا برودكتس على الويب سايت بكل كاتيجوريا. يعني نحن عندنا كاتيجوري الكوزماتكس، الهايجين، عم بينزادوا كثير. هلا بدي اقول شغله كثير مهمه، انه من برا في برودكتس العالم بحاجه لها او بدهم اياها او معلقين بالبراند تبعها منها موجوده، فنحن فينا نلبيهم فيها. وشغله ثانيه اكيد بالبرودكتس اللي عندنا اياهم على الويب سايت. شغله ثانيه، في شيء كثير حلو انه حتى البراندز الموجوده برا نحن بعدها عم بتكون اوفر يطلبوها من عنا ونوصل لهم اياها. فالواحد شو يستفيد، يعني فيكم تشوفوا الويب سايت، تشوفوا البرودكتس، واكيد الواحد يستفيد يعني يطلب بيه. هول الاسعار المدروسه اللي كثير بعدها مقبوله. حلو. ايه بعد في هلا شغله كثير مهضومه، عاملين قصص بتعرفوا هلا موسم بحر وصيفيه، في عنا اوفرز رح يجوا جديد يعني كل جمعه. مثلا رح اعطيكم اكزامبل هون، في عنا الشامبوز مثلا هون. نعم، هلو سانشاين كونديشنر مع الشامبو تبعه مع الشاور جل تبعه، واذا ملاحظين رح شوف الاسعار باللبنانه. 38,000 كثير مقبول على ثلاث قطع. على ثلاث قطع. حلو، يعني في اوفرز كثير مقبوله، شامبو والكونديشنر تبعه. نعم، البلسم يعني. والشاور جل. حلو، للجسم. هودي كلهم خاص بالصيف. اكيد حلوين، مش غلط. هول كثير مهضومين، حتى فيهم ينقوا يعني حسب شعراتهم، يعني بلوند هير ولا نورمال هير، اذا. نعم، حدا اشقر ولا شعره عادي. نعم. كمان بدنا نقول انه في عندكم كريم خاص للحمايه من الشمس. اكيد، وعندنا اوفر كمان عليه هلا بنفرجيكم عليه. مثلا هون عنا حمايه 50 بلس عليها هلا 5% وبايوديرما. نعم، يعني براند معروفه وكثير مرتبه، وخصوصا انه الواحد وسعرها حلو. وسعرها كثير حلو، ورح بعد ننزل اكيد اوفرات جديده. عنا شغله ثالثه كمان بعد احلى واحلى، للي بده ياخذ لون يتشمس، في عنا هيدي الاوفر. هيدا بيمشي على السطح اكيد، بيمشي هلا اكيد بيمشي على السطح. نعم. في عنا مثلا هيدي الاوفر، عم بعطيكم اكزامبل بس، في كثير ايه سبراي مثلا، في منهم بحبوا الجزر او الكوكونات. نعم، حسب اللون الاثنين. يعني هيدي. نعم، الاوفر موجوده الاثنين، بعدها اوفر من ما تشترك البرودكت لحاله. اها، كمان سعرها حلو وسعرها كثير مقبول، خصوصا اذا حدا بده يشتري لحاله الاثنين سبراي، او هو ورفيقته، هي ورفيقته، او حي لحدا يعني شخصين. يعني الكوكونات او الكاروت هن بيختلفوا باللون. ايه اكيد، اغمق وافتح. ايه بس الاثنين تتشق انه بتاخذ لون كثير حلو، بيحمل الجلد. إيه؟ كمان بيحمل الجلد 100% وهيلثي، يعني له. نعم، بنفيتس، يعني الكارت الواحد له بنفيتس، مش انه عم تحرق البشره تحط شو ما كان، لا هول كثير منيح. وبدي اخبركم عن شيء كثير حلو، نحن عندنا البانرز على الويب سايت تبعنا، هن كليكبل، كليكبل يعني فيكم تكبسوا عليهم، إذا حبيتوا أنتم بانر شفتوا الصورة كثير حلوة أو حبيتوها بدكم تشوفوا أكثر، تعرفوا أكثر عن البرودكت، مثلا رح أعطيكم إكزامبل هون على بانر.
نعم هيدا مثلا بجي بكبس عليه هيدا التانينج اويل، فيكم تشوفوا كل شيء تانينج اويلز عنا اياها. اوكي. والكل الاسعار، كل البرودكتس، كل البراندز، و يعني مثل ما شايفين هلا يشتروا اثنين مع بعضهم اوفر ما انه يشتروا كل وحده لوحده. وحتى هون يعني بحيلا بانر بالويب سايت بالفرونت بيج رح انزل كمان بعد لتحت. نعم بس في صوره بدنا نرجع لها عجبتنا. ايه اي صوره منهم؟ لا هلا كفي كفي رح كفي. هون مثلا كمان بعدنا تركين الكاتيجوريز كمان دغري يشوفوا البانر. مثلا رح اعطيكم اكزامبل زد برو هلا موسم انه اذا حدا عنده انه داري او حدا انه عم بيضيق بلمس سارين او نفخه، هيدا اكيد السوليوشن يعني هيدا الموسم كمان. نعم كبست عليه دغري بتوصلني على البرودكت مع الانفورميشن ليكو الديسكريبشن اذا واحد جاك يعرف اكثر عن البرودكت. اها تفاصيل اكثر اكيد. وبرجع بذكر انه باخر الصفحه في تواصل عبر الواتساب على طول دائما على جهه اليمين دغري. موجود. رح نرجع كمان لصوره حلوه بالقصص الصيفيه شيء حبيته. لا بدي اعرف شو هو اذا بتريدي بنفوت عليها بالاوفرز. لا فيها بس تكبسي على البندل اللي فوق. اه اوكي هات لنفوت نشوف. يلا هلا بدي اقطع البانر. نعم بهيدا. نعم بهيدي. يلا كبسنا الصوره الاخرانيه هيدي. نعم هي خاص بالمراه. هيدي سبراي تان 100%. نعم. وفي لها درجات كمان لايت جلو ديب جلو ميديم جلو حسب اللون اللي هن بدهن اياه كمان. يعني انتم تهتموا بالامور هيك التجميليه بكل شيء تقريبا. مزبوط. وفي قصص رح تنزل جديد مثل ما عم بتقولي خلال كل جمعه. نعم الاقبال كثير كبير خاصه ايه. من خارج لبنان عم بيهدوا بقلب لبنان. ايه وعم بيهدوا بقلب لبنان وعم بيهدوا كمان يعني عم بيطلبوا كمان لبرا يعني عم بيصير في طلب. ومثل ما قلت لك يعني نحن في براند بيكونوا موجودين برا حتى عم بيطلبوها من عنا لانه الاسعار عم تكون اكثر يعني عم بيلاقوها بعد اوفر انه يطلبوها من عنا. نعم فهيدا الشيء كثير منيح. بيبقى المونه. بيبقى اكيد بدنا نذكر بالمونه يلي هي من بيت الزراعه وهون الاتفاق كثير طيب ما بين فارم زونز وبيت الزراعه مثل ما عم شوف قصص كثيره. ايه وخاصه هلا طبعا. بالصيف المشروبات يلي هي هيك بتغذي وبتنشط من كان توت ورد كرز ما بعرف شو بعد فيه كل شيء في كل شيء مزبوط. والمونه اللبنانيه يلي مشهوره عالميا وعم بياخذوا الاسم منها وبيستفيدوا فيها وبيقولوا انه هيدي تابعه لهم مع الاسف. في عنا الموارد في عنا حتى العسل. ايه عنا العسل عنا صوصات عنا كمان المربى كل انواع المربى. نعم. شيء كمان وجمعة الجاي كمان رح ننزل صنف جديد هلا بتشوفوا شو هو بعد شوي الاسبوع المقبل. الاسبوع المقبل الاسبوع المقبل رح تشوفوا شو هو الصنف الجديد اللي رح ينزل وينضاف على فارم زونز. اهلا وسهلا فيك لارا عون. ميرسي لك ميرسي لفارم زونز. الى اللقاء في الاسبوع المقبل. كاميرتك هونيك شو بدك تقولي لهم للناس؟ بدي اقول لكم ترونا نيكست ويك يعني الاسبوع المقبل عندنا سربرايز كثير مهضومه واوفرز جديده كثير حلوه رح تنبسطوا فيها.